فضل صيام شهر الله المحرم كاملا؟ هل له فضيلة؟ فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم، فهو أفضل الأشهر صياما بعد الفريضة، أفضل النوافل في الصوم من حيث الأشهر بعد الفريضة هو شهر الله المحرم. وفيه يوم جاء فيه فضيلة خاصة وهو عاشوراء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والمشروع هو الإكثار من صيامه، أي صيام محرم ما استطاع إلى ذلك، وأما صيامه كله، أما صيامه أي صيام رمضان أي صيام شهر محرم كله فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا، والثابت عنه أنه لم يستكمل صيام شهر قط غير رمضان كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن يكثر من الصيام فيه ومن صبر كله فإنه لا حرج، لكن ليس ذلك من السنة.